صوتك علي صوتك بالغنى. لسه الأغاني ممكنة ممكنة. بهذه الأغنية حاول هؤلاء الفنانون الترويج لحملة تهدف لتوعية المجتمع بمشاكل فاقد السمع. هذا المركز يوفر دارا لرعاية الأطفال الذين عانوا فقد حاسة السمع، وتم تركيب قوقعة لهم ليتسنى لهم الاستماع والنطق بصورة سليمة. احنا بنبتدي نأهل الولاد، فبيبقوا متأخرين شوية لغويا وكلاميا عن الولاد اللي في سنهم. يعني لو مثلا حسب بقى التأخر، لو زرع بكل ما زرع بدري كل ما كان الموضوع أسهل وعملية التأهيل أسهل بكتير. أبو بكر الذي يبلغ من العمر 5 أعوام بات يستطيع التجاوب مع أساتذته وأصدقائه في المركز، ونطقه للكلمات في تحسن بفضل جلسات التخاطب. حضانة عشان بتكلم اسمع بتلعب. أبو بكر احنا بنشتغل على طول الجملة، اللي احنا بنبتدي نطول الجملة بتاعته، بنشتغل على عنده أصوات كتير ما بتطلعش مش مظبوطة، ببتدي نصحح له النطق، ببتدي نعمل تدخل مباشر لتصحيح الأصوات. ولا يقتصر الأمر على التأهيل فقط، وإنما يتعداه لمحاولة اكتشاف مواهب هؤلاء الأطفال المميزين. ويمثل المجتمع العائق الأكبر في حل مشاكل ضعف السمع في مصر. من ضمن أهم أهدافنا هو رفع مستوى الوعي المجتمعي بطبيعة الإعاقة السمعية، إزاي نقدر نتواصل مع الولاد، إزاي نرفع مستوى الوعي عند الأهل، إزاي نديهم أساليب وفنيات واستراتيجيات يقدروا يستخدموها مع الولاد في البيت اللي بيها تساعدهم على اكتساب اللغة. 130,000 طفل يعانون من ضعف السمع في مصر، وتلعب مثل هذه الحملات والمراكز دورا هاما في تأهيلهم ليكونوا أشخاصا طبيعيين بل ومميزين في أحيان كثيرة. أحمد بجاتو، العربية، القاهرة. والمزيد معنا من القاهرة الطفل السوداني أبو بكر حيدر أحمد، وهو طبعا برفقة والدته السيدة إنعام الصادق. أهلا بكما، وأبدأ معك سيدة إنعام. بداية خبرينا عن قصة أبو بكر. طبعا أنت مريتي بتجربة أخرى بأخته البكر نور، أليس كذلك؟ أيوة فعلا. مساء الخير عليكي، وشكرينك جدا للقاء الجميل ده وتسليط الضوء على حالة أولادنا أولادي وكل الأولاد والحالات اللي نفس المشكلة. بداية اكتشافي لحالة نور كانت في عمر 1 سنة و2 شهر، يمكن كانت تحسي انها طبيعيه جدا وعادي جدا، وما في يعني مش هي الاعاقه الظاهره اللي انت بتشوفيها دائما اعاقه السمع، زي ما بيقول لنا كثير من الدكاتره ان هي اعاقه مستتره، وان مش شيء ظاهري ان انت بتشوفيه، يعني الا بمرور الوقت لما يجي فتره مفروض الطفل ينتبه لاسمه، او يبقى في البيت في ناس كبيره مثلا بتنتبه لانه الطفل ده مش بيتجاوب للاصوات كثيره. لكن بالنسبه لحد بادئ يدوب مثلا واول طفل بالنسبه له مش بيبقى الامر بالسهل خالص. يعني فانت اكتشفتي على عمر 1.5 سنة، بس بحاله ابو بكر لانه مريتي بنفس التجربه كان الاكتشاف مبكر. ايوه فعلا، بعد حاله نور عندي في البيت فبقى الانتباه اكتر جدا، فدخل لاني ان انا بدري جدا اروح اكشف لابو بكر ولبسنا السماعات في سن مبكره جدا. ركبت له سماعات بسن مبكر وساعد على عمليه النطق والسمع. ماذا عن نور، هل تاخرت في عمليه النطق والسمع او لا؟ والله نور بعد عمر 1 سنة و2 شهر نحن لبسنا السماعه، ويمكن بتلاقي فيه نسبة الذكاء عندهم عالية جدا، وحتى الواحد بتجاوب معك بصورة ان انت مش بتحسي ان هو مستمعك، بيقرأوا لغة الشفاء بصورة جيدة جدا. فده ادى النور انه نحن يعني نتوهم ان هي سامعانا، بتقرأ لغة الشفاء بترد علي على حسب الشكل الكلام اللي هي شايفاه من عندي. بعد سن 10 سنين لقينا ما في استجابة خالص، وبدأت هي تقول بنفسها انه الصوت واطي جدا وان هي مش سامعة كويس، فده أخر جدا موضوع الزراعة. وبعد كده زرعنا دلوقتي أقل من 2 سنين، بس الحمد لله جدا السمع ممتاز. المشكلة الثانية بقى إن النطق بيبقى فيه مشكلة، مش زي الطفل اللي بيزرع في سن مبكر وبيبدأ التأهيل بدري مثل حالة أبو بكر. وبدنا نسمع هلأ أبو بكر. طبعا سعيد وإحنا سعيدين مبسوطين كتير فرحين إنك أنت موجود معنا. أبو بكر عندك كم سنة؟ قولك عندك كم سنة؟ سنة أولى. عندك كام سنة؟ عمرك كام؟ عمرك كام سنة؟ كم سنة؟ سبعة. سبع سنوات. وإذا قلت لك يا أبو بكر السما فين؟
بتقول لك السما فين؟ كمل. الارض تحت احنا حلوين. احنا وش بلقنا. مين بيحب ماما؟ انا انا. مين بيحب بابا؟ مين بيحب بابا؟ انا انا. مين بيحب ربينا؟ كلنا كلنا. بحب الاناشيد ابو بكر، بتحب الاناشيد وكمان القران صح؟ اه جدا. تقرا قران سوره العلق؟ اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لرب العالمين، الرحمن الرحيم، يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدني الصراط المستقيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اقرا باسم ربك. اقرا سوره العلق. ميس بتقول لك اقرا. اقرا باسمي. ما مشكله، على كل إن ابو بكر برافو ماشي. عليك شطور كثير انت. انعام، بس باختصار تعاطي الاصدقاء والجيران معهم، واذا في كلمه بتحب توجهيها بالنهايه. والله يمكن هو المجتمع او جمله دائما بحب ارددها، انه ما في اعاقه خالص طول ما في علاج وفي سعي من الاهل، بيبقى ما في اعاقه ابدا، فبيبقى المجتمع هو المعيق. فنحن بنتمنى انه الناس تستوعب الاطفال ليل جدا، وبلاش قصه انه يشاوروا يعني تلاقي طفل يشاوروا له او يوصفوا له، فهو وانس انه سمع ويتاهل هو بيتكلم عادي. ومش ايوه مش محتاج انه يشاوروا له، او حتى هو شخص مختلف يعني بيكون شكل بيكون انسان طبيعي بعد كده ان شاء الله. في شعر صغير باختصار وبسرعه ست انعام. طيب، هي قصيدة أنا كتبتها في أبو بكر، ونسبة لضيق الوقت أنا هقول جزء منها. القصة، كان ولد جميل الراس ناشف بس حجر، قلبه بيقول ليه ميل، بكر يافع بس جميل، وجن في الخد الشمال والتاني أجمل في اليمين، براءة ما في مثيل تب، عينيه أجمل من ذهب، إذنيه صي ما فيها شي، ربنا رايد كده ما فيها شي، بيشوف بس صوت الخرير، شخشغة عصفور غرير، يا ربي من العلي، قادر كريم تشفيه لي، يا الله ليك ضراع دموع، يا الله لي قلب مفجوع، يا الله ليو يشوف الكون بصوت مسموع. وشاف الكون بصوت مسموع. وإنعام، نعمة كبيرة عليك وإنعام الصادق، شكرا جزيلا لك. وأبو بكر شكرا كثير أنك معنا. ومعنا من القاهرة أستاذ أمراض السمع والاتزان الدكتور حسام عبد الغفار، وهو رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة في جامعة حلوان. أهلا بك دكتور. دكتور، 5% من المصريين يعانون من فقدان السمع، هاي النسبة بالنسبة لعدد مصر قليلة أو كبيرة؟ حقيقة أنه أرقام زي ما حضرتك ذكرتي في التقرير، أرقام الإصابة بضعف السمع مش بس في القاهرة، الحقيقة في الشرق الأوسط هي أرقام مفزعة. المعدلات العالمية بتتحدث على 2.7 في الألف، احنا بنتكلم على متوسط زي ما حضرتك ذكرتي 5%، وهناك أرقام أعلى من ذلك أيضا. ليش؟ شو الأسباب؟ نسبة الإصابة بضعف، لعل من أول الأسباب اتهاما هو شيوع زواج الأقارب. احنا في مجتمعنا الشرق أوسطي زواج الأقارب منتشر، عدم الوعي بأهمية المسح السمعي، لأنه كما ذكرت منظمة الصحة العالمية بتقول أنه 60% من أسباب ضعف السمع يمكن تجنبها. فالتجنب يكون بخلال المسح السمعي المبكر اللي بيحصل بعد الولادة، في أول 48 ساعة بالولادة. احنا حتى هذه اللحظة لا يوجد عندنا دول جعلت المسح السمعي إجباريا على أو بشكل منظم لجميع الأطفال المولودين. فنحن نحتاج إلى أن يكون المسح السمعي إجباري لكل الأطفال المولودين. أنا عندي سؤال، لأنه ذكرت الزواج، لأنه زواج الأقارب، بس هو وراثي؟ لأنه الأقارب. شهدنا حالة. نعم. إنعام أولادها الاثنين أصيبوا بهذه الحالة. صحيح، احنا عندنا نسبة كبيرة من ضعف السمع في الأطفال يرجع إلى أسباب وراثية، والانتقال الوراثي عن طريق زواج الأقارب لا شك أنه من المتهم أو من مما يتهم أولا في شيوع ضعف السمع في دول الشرق الأوسط. طيب، من تجربتها الأولى الطفل الأول كان من الصعب عليها أنه تعرف بشكل مبكر الحالة الموجودة، وبالتالي شو هي النصائح التي تعطى للأهالي في ظل غياب الفحص الذي تحدثت عنه؟
التشخيص أو الانتباه المبكر، وده دور كبير للأم وخاصة للأهل. ينبغي أن يكون هناك انتباه مبكر جدا لضعف السمع، لأنه كما ذكرت السيدة والدة أبو بكر أنه إحنا إذا تمكننا من التدخل في 6 شهور أو السنة الأولى، على سن 5 سنين الطفل بيتحول إلى طفل طبيعي وبيدخل مدرسة ويكمل حياته بشكل طبيعي. إيه بس دكتور، الانتباه المبكر ده من معليه دكتور حسام، هي ذكرت أيضا أنه بالبداية تشعر وكأنه يتفاعل معك رغم المشكلة. ما هي هناك علامات ينبغي للأم أو للأهل أن ينتبهوا إليها عند الولادة. الطفل الطبيعي أول ما بيتولد لا يستجيب للأصوات، بمعنى أنه لا ينظر يمينا ويسارا، لكن الطفل الطبيعي أول ما بيتولد بيحصل عنده نوع من أنواع رد الفعل الشرطي، اللي هو أنه لما الصوت يبقى عالي بيعيط، لما بيكون بيعيط ويسمع صوت عالي بيسكت، لما بيكون نايم وفي صوت عالي جنبيه بيصحى. إنما إنه الطفل ينام بقطع النظر هو الأصوات حواليه مرتفعة أو غير مرتفعة، دي علامة تدعونا إلى التأمل. على سن 3 شهور بيبدأ الطفل يطلع منه المناغاه اللي احنا بنسميها بابا ماما بابلينج. يعني الطفل اللي بيتأخر إلى سن 6 شهور وهو لسه ما قالش بابا أو ماما، أو بدأ يتعرف إلى صوت والدته أو صوت والده، أو بدأ يبتسم، الحقيقة دي علامات مقلقة. ينبغي على الأهل أن يبادروا بإجراء الفحص السمعي للطفل. في سن سنة لابد أو الطبيعي أن الطفل يبدأ يقول كلمة أو جملة من كلمتين، أشرب، آكل، يذهب إلى الحمام. إنما الطفل الذي يشير إلى الأكل ويشير إلى الشراب بدون أن ينطق، ده علامة مقلقة جدا، ينبغي أن نبادر ونسارع بإجراء الفحوصات عند المختصين. دكتور حسام عبد الغفار، رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة في جامعة حلوان، شكرا جزيلا لك.